اكو شي تبا تزلف احنا رانا بغينا نسالي الروح ورا الرز ديالنا وجعنا اخو الله يحسن اللعب مازال ما يهرسك الفلاح اللي تحكي لي فيه مع المروه والله لا مع ماشي بحال الاخر ملي سخر الله هذا شي فلاح كان مزير كان ارتفاع مقارنه مع الاسواق اللي فاتوا مخالفه كبيره اكثر هاي ما تنشا كانت مديرها غير 40 درهم 70 60 دايره 100 دور جمله دايره 13000 14000 فيها بالنسبه للاثمنه كي دار هذا النهار ديال الاخر غلا اخويا ياك كان ثاني وشنو الاسباب ديال الارتفاع ديال الاثمنه الماكله غاليه اخويا العلف الصيار 170 1700 درهم من العشاء هذه شحال عندها في السن سداسيه السلام عليكم الاخوان الاخوات تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان احنا كنتواجدوا كما العاده داخل السوق الاسبوعي بمدينه بركان. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الاثمنه ديال الخضار الفواكه وكذلك حتى الخرفان. شوفوا كي داير الاثمنه خصوصا راني سمعت لما كاين شويه ديال الارتفاع في الاثمنه ديال الخضار هذا النهار. قبل ما نبداو الفيديو نتعرفوا على الاثمنه ما تنساوش تبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم. ما تنساوش تصليو على النبي على بركه الله. نبداو هذا الفيديو ان شاء الله. شحال داير البصل العزيز؟ 160 هاك البصله 8 درهم البطاطا 4 درهم 8 درهم واش رايب لك في الاثمنه هذا الصبح هذا؟ ايوا تزادت شويه اخويا كانت الاثمنه ياك يعني كاع الحوايج الاساسيين تزادوا شويه بحال المطيشه بحال الحرور وصلت 9 درهم البطاطا طرافت شويه البصله ديجا زايده يعني على حسب يمكن على حسب رمضان من الدخول الدخول ديال سيدنا رمضان هو اللي كيوقع الطلب اكثر من العرض اول الاخوان وهذاك الشيء اللي كاين الاجواء داخل السوق الاسبوعي كل موجود رخيص ونطلب ربي يعطينا الرخاء باش كلشي يخدم الله يخليك شحال داير السلطه 8 درهم السلطه والخرشف لا جديد جديد 5 درهم اللهم بارك صديق تبارك الله عليك تاي مليحه الله يحفظك شحال داير المطيشه المطيشه 5 درهم 5 درهم 5 درهم مطيشه تبارك الله انت سي عزيز والحار حار داير 160 8 درهم اسيدي الله يجيبكم التيسير الله يعطيك الخير اه البنان شحال داير يا صادق؟ 42 اخويا سيدي 12 درهم 12 درهم بغيت ندير واحد ديال كاس صحاب الالمان واه مرحبا اخويا ديال كاس صحاب الالمان صح ما يتفرجوا على المتبعين ديال كاس سفيان نديروا حنا الجاليه المغربيه بصفه عامه اخويا سفيان جميع بقاع العالم هذه تحيه لكم السوق الاسبوعي بمدينه بركان هكذا الله يحفظك الله يجيبك التيسير الله يسهل لك الامور هاي البطاطا بصله اللهم بارك شركه اليوم راه عندنا المليح والمروه شحال هذا والله الا السلعه الا السب الرصق وخا الرصق كامل ما لقاهاش 4 دراهم وما كيبغوش يدير 4 دراهم ولكن الحوايج الاخرين تزادوا شويه في الثمن هذا السوق اكو شي تبا تزادت احنا رانا بغينا نساليو الروح ولا الرز ديالنا وجعنا اخو الله يحسن اللعب يحسن اللعب هي السلعه السب 4 دراهم 4 دراهم شوف السلعه كي دايره تبارك الله تبارك الله اللهم بارك شوف شوف الصندوق كي داير اللهم بارك البصله 140 7 دراهم 7 دراهم والمليح تبارك الله شوف 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 اللهم بارك شوف الخير تبارك الله ها اللهم بارك اللهم بارك الخير الخير اسيدي اسيدي الله يجيب لكم التيسير الله يحفظك الربيع بجميع الانواع ديالو على حساب الحريره مع بدايه شهر رمضان اللهم بارك الربيع درهم ياك درهم كلشي درهم اللهم بارك السلطه شحال السلطه 7 دراهم والخرشف 5 دراهم تبارك الله ها هي كي دايره الاجواء هاد النهار في السوق؟ رخا كاين شويه رخا مليح راه مطيشه رخيصه ب 100 درهم 80 درهم بطاطا 80 كذا لا البطاطا مطيشه دايره 5 درهم 6 درهم 5 درهم 6 درهم رخيصه 5 درهم 6 درهم لا زعما كاين ارتفاع مقارنه مع الاسواق اللي فاتوا كاين واحد غادي يكون شويه رقطار معايا غادي يكون شويه الاقبال على مع الطلب كيكون اكثر من العرض على حساب رمضان غيكون خير ان شاء الله اسيدي الله يجيبك التيسير الله يحفظك نورك يا ترى بسلام يا ترى بسلام بسلا 5 دراهم يا ترى 5 دراهم اللهم بارك هاي البطاطا بسلا 100 100 100 100 100 100 شحال داير الموسكه هذه موسكه نظيفه 5 دراهم 147 7 دراهم بصح السلعه ديال البلاد جايبين هاد السلعه هادي ديال الشويحيه الشويحيه هكذا قال لك السلعه ديال البلاد خير من المستورد ونيشان واه البلديه خير من المستورد لا نيشان داكشي اللي ها هي 7 دراهم الموسكه تبارك الله
240 جلبان 240 240 12 درهم 12 درهم ديال العيون الشرقيه هكذا اللهم بارك اليوم انا ما خويا الخير تبارك الله واه واه المال حلو المال حلو 240 والله لا بخير الحمد لله واه الخير هل مليون واه اللهم بارك واه مشيت في بدارك المليون الساعه زينه شحال داير الفريز الفريز 17 درهم 18 درهم الفريز المليح 18 اللهم بارك 18 درهم الحاج والبنان شحال البنان 12 درهم البنان 12 درهم 12 درهم اسيدي لا جبتي سير شحال داير الشراس هذاك 260 اوكي 300 درهم 260 هكذا دوك راه دايره 260 الصبح كان دايره 300 الكرم شحال؟ 3 كيلو ما عليه الكرم 5 درهم الجلبانه الدكاليه قولوا تاكلوا هكذا الدكاليه شحال داير الكيلو؟ 8 درهم 10 درهم 8 درهم 10 درهم اللهم بارك القرنيع شحال راه داير؟ القرنيع داير 7 درهم اول القرنيع اللهم بارك شحال هذا القرنيع العزيز؟ 160 هكذا 8 درهم الكيلو 2 كيلو ب 300 درهم اللهم بارك هذه الاجواء داخل السوق الاسبوعي بمدينه بركان او با طريق تبارك الله عليك كي داير شويه خويا توازينها الله يحفظك شحال داير النافيل 7 دراهم اللهم بارك نافيل 7 دراهم السلام عليكم شحال ما تيشا صادق 4 دراهم هذه 4 دراهم اللهم بارك كلية حنا هاي دايره في الحريره وجه رمضان وهذه بشحال يا عزيز هذه اللي منها 5 درهم بارك الله اللهم بارك خير مولانا تبارك 4 دراهم اللهم بارك اللهم بارك الشرف ديالي تبارك الله عليك الله يبارك فيك وزينه لاباس الحمد لله الله يحفظك كي جاتك اجواء داخل السوق والله لا بخير الحمد لله ولله الحمد بالنسبه للاثمنه كي داير الاثمنه راه تحرك ياك الاثمنه مزيانه ولا مزيانه لا كاين الاثمنه يعني كاين ارتفاع مقارنه مع الاسواق اللي فاتوا هاي ما تيشا كانت مديها غير ب 40 درهم 70 60 70 درهم 100 درهم جملة دايره 13000 14000 فيها 7000 8000 اسيدي الله جبتي سير الله يسلك الامور الله يعطيك الخير بارك الله فيك الله يحفظك الله يحفظك القرنيع شحال داير؟ القرنيع 100 درهم القرنيع 5 درهم اللهم بارك كاين شحال الفريزه الصادق؟ 18 درهم تبارك الله الكيوي 20 درهم تبارك الله البنان 240 12 درهم والافوكا افوكا 25 الافوكا 25 درهم والتفاح التفاح 400 التفاح 20 درهم هذه هي الاجواء اسيدي الله يجيبكم التيسير لا سهل الامور شحال هذا الاخر العزيز 220 2200 درهم 2200 درهم عند واحد معلقه صغيره ديت ولا مازال شحال هذا الخير الصادق؟ 230 اخويا 230 سواوها؟ اه سواوها 2300 درهم خرفان عاد كي داير؟ عاد خرفان بالنسبه للاثمنه كي داير هذا النهار ديال الاخر؟ غلا اخويا ياك كانت ثاني وشنو الاسباب ديال الارتفاع ديال الاثمنه؟ الماكله غاليه اخويا العلف الصيار اسيدي الله يجيبكم تيسير لا يسهل لكم الامور شحال عندها الصادق؟ شحال عندها في السن؟ هذه واه سداسيه هذه سداسيه واه شحال الثمن 190 1900 درهم اللهم بارك واه واه باينه بالنسبه انا والعلف حاجه العلف ما كانش معلفه اللهم بارك اللهم بارك هذا هي تساوي 240 هذه 2400 درهم 2400 درهم شحال عندها في السن هذه هذه غير رباعيه هذه رباعيه اه هذه رباعيه اللهم بارك لا يجيبك التيسير امين لا يحفظك هادو ديال سبليون هادو ياك هادو ديال اسبانيا هادو بشحال هي بحالها بحال البلاد بشحال دايرها هنا بشحال خير الله هذيك شهور يعني يعني فهمت بشحال الثمن هادو 450 450 ايه بزوج بهم 450 و 2250 درهم اللوح النعجه والسن ديالهم شحال سداسيات سداسيات هادو تبارك الله اسيدي لا يجيبك تيسير لا يسلك الامور لا يحفظك هادو 3200 درهم 320 الف
تعلفوا 200 درهم شحال في السن هذا؟ خرفان اللهم بارك اسيدي الله يجيبك التيسير الله يحفظك شحال هذا الخير هذا صادق؟ 173 1730 درهم 1730 درهم تبارك الله عاد خرفان شحال هذا الخير العزيز؟ 170 1700 درهم من عشا هذه شحال عندها في السن؟ سداسية 1700 درهم شحال هذا الخير الشريف؟ اقول 225 225 2250 درهم احنا نقولوا 225 225 شحال كي داير الاجواء ديال السوق؟ خير الهميلة شوية كاين الهميلة اليوم كاين شوية الهميلة يعني الرخاء اللي الشمس عطاتنا ورانا نطلقوا اليوم ايه فهمت فهمت يعني السلعة كما نقولوا راها وراها مليحة اه 225 شو شو 225 2250 خرفان عاد والله لهاك واه 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 اه ما يهرسوا شاف مازال ما يهرسوا الف لله على تحت فيه اليوم فيه مع المروه والله لا مع ماشي بحال الاخر ملي سخر الله هذا شي فلاح كان مزير اسيدي لا جيبك تيسير لا سالك الامور بارك الله يحفظك شحال هذا الخير هذا عمو 255 255 اللهم بارك 2550 درهم تبارك الله ما شاء الله هادو كاملين خرفان خرفان كلش اللهم بارك سلسل الحليب اللهم بارك سنين الحليب بهذا الاخوان نكون وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو هذا نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده ديال هذا الفيديو وكذلك تكونوا تعرفوا على الاثمنه ديال الخضار ديال الفواكه وديال الخرفان من هنا من داخل الرحبه ديال السوق الاسبوعي بمدينه بركان نقول لكم السلام عليكم وحتى الفيديو الاخر ان شاء الله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم ما تنساوش تصليوا على النبي السلام عليكم حتى الفيديو الاخر ان شاء الله